المحتل المرتبة الثانية فريق حيدري الناظور. هدينا هدينا وبذلك تكون كل حي منافسة المتأهل إلى نهائيات البطولة الوطنية لأبطال الحي. سواء في فئة الذكور مواليد 2003 وميالي 2004 2005 وكذلك في مرتين للنهائي على مستوى الإناث مواليد
نشاهد الأخ علي وهو يصور من مواقع متنوعة كي تأخذ الصورة في حلة جميلة. نواصل الترتيب في المجموعة نادي الريف الناظور استاذ النقاط وفاء من قرصيف بعد النقاط مع المقابلة المتوقفة لم يجرى في وداد ترسيم نقطة واحدة مع المقابلة المتوقفة هي الرازي صداع صفر مسلم مجموعة إلى الفئة العمرية في قطعة الأربعة مجموعة أليف حي المنارة الناظور استاد النقاط حي أحفير بركان أربعة ديال النقاط حي تحت التورية نقطة حي هدف رائع لحي الحرية حي من مصطفى لجنة النقاط حي من الأرض وعرفات لجنة النقاط حي أمال غياطة كرشيف سيف نقاط شكرا هنيئا لبراعم حي الحرية بدون شرطة حسن محزوزة هذه الحظات تعمد جراءة النتائج
35-0 صالح حي الرياض.